تتغير المعادلات والرؤى السياسية في المنطقة وما تفرزه من تغير في المصالح بين الدول، لكن ما لا يتغير بحسب مراقبين هو الرؤى والمبادئ المصرية تجاه ترميم منظومة الأمن القومي العربي وتفعيل أطر العمل العربي المشترك، في مقدمتها الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها لوقف طاحون الفوضى والتدخلات الخارجية. الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية. حيث قدم الرئيس المصري في كلمته بالقمة العربية في جدة تقديرا استراتيجيا للموقف العربي وأبرز مستجداته والحلول المثلى للتعامل مع التحديات المشتركة. أما عن مناخ التقدير الاستراتيجي للموقف العربي فحدده الرئيس المصري بمرور المنطقة بظروف قاسية واستثنائية تتطلب الاعتماد على الجهود المشتركة والقدرات الذاتية والتكامل العربي الذي أصبح واجبا ومسؤولية لصياغة حلول حاسمة لقضايا المنطقة. وحدد الرئيس المصري أبرز مستجدات الموقف الاستراتيجي العربي انطلاقا من القضية الفلسطينية، حيث أكد تمسك مصر بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967. وكان السودان حاضرا بأزمته الراهنة، حيث حذر الرئيس المصري بأن أزمة السودان إن لم يتم التعاون في احتوائها ستنذر بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة، ما يتطلب تفعيل استجابة عربية مشتركة لا سيما مع استمرار الأزمات في اليمن وليبيا. القاهرة ودمشق ارتباط أزلي بحكم التاريخ والجغرافيا، ومحطات تاريخية برهنت على صدقية وفعالية التحرك العربي المشترك. من هذه الحقيقة الدامغة رحب الرئيس المصري بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وعدها بمثابة التفعيل العملي للدور العربي. وفي نفس السياق فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وتتوافق الرؤى المصرية السعودية تجاه حتمية العمل العربي المشترك لقضايا المنطقة، وعكس إعلان قمة جدة ذلك بوضوح، فما بين القاهرة والرياض مسؤولية كبيرة تجاه أمن واستقرار المنطقة. كما رحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس المصري معربا عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بما تتسم به العلاقة المصرية السعودية من إخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات. وفي ختام كلمته أكد الرئيس المصري عقيدة مصرية خالصة للأمن القومي العربي بأنه كل لا يتجزأ. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مع إدراكنا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية،